من الفجر انا بصحى اكتب كتابي وارتب نفسي وبنزل اجري ولابس فورمال غصب عني عشان ماي ما تزعلش، وبقابل احلى صحاب ادخل في الفصل الاقي مهجود راجل شاف ويا نعزب والحمد لله اتغير، وبعد ساعة ونص بريك والباسم بدخل تعبان بيقول ايه وساعات بقعد مفهمش، وصحابي عيال جدعان بلاقيهم جنبي في كل مكان في الفصل وفي اللاب والحمام عالباب يقولولي ما تتأخرش.